طيب ما هنوضح لحضراتكم دلوقتي كده اهو. يعني اي فرع تحت منطقه التطعيم لازم يتشال. التكتلات او السرطانات ماشي في شجر السفندي زي ما انتم شايفين كده. لو حجزنا دول كده بايدينا ماشي هنشوف الشجره الاساسيه اهي. وده كده ده كله مرض في قلب الشجره. ده كده مرض في قلب الشجره. ودوت الفيديو الخامس بسبب السرطانات في اشجار السفندي واشجار الليمون ماشي. وبنقول لازم نشيل ننظف دوت من اسفل الشجره. يعني اي فرع تحت منطقه التطعيم لازم يتشال. اي فرع تحت منطقه التطعيم في شجر الحمضيات الليمون والسفندي والبرتقال لازم يتشال، لانه ده بيكون مرض سرطاني ماشي. فانت بتقصه او بتنشره بالمنشار، يعني انت معاك مقص او معاك منشار بتشيله خالص زي ما هنوضح لحضراتكم دلوقتي كده اهو. كده اللي احنا عملناه كده لحد كده ده كده غلط، تمام؟ ده كده غلط. لازم الافرع دي خالص تشيلها من على وش الشجره. يعني ايه؟ ما تخليش اي اثر في الشجره كده اهو. ما تخليش اي اثر، شايف كده؟ كده ما نخليش اي اثر. وهنرجع على دي كده ايه نظبطها. واهي لازم يكون التنظيف بتاعك تنظيف اساسي. ليه بقى؟ المرة اللي فاتت اللي قص الفرع دوت ما نضفش مطرح القص بتاعه، فهو ضرب نمو خضري في نفس القص اللي فات. فانت كده يعتبر ان انت ما عملتش حاجة. فانت لازم تنضف العظم كله، لازم تنضف العظم كله كده اهو. واحدة واحدة كده براحتك. اهي. دي ما اتنضفتش الدور اللي فات. شوف احنا كده نضفنا الشجره خالص. نضفنا الشجره خالص اهي. دي كده صحيحه. هنا ما فيش اي حاجه، تمام؟ واحنا قلنا منطقه التطعيم بتكون هنا. اي حاجه اسفل منطقه التطعيم لازم تشيلها. سلام.